السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيت اليوم نهضر لكم على طريقه الدعم اللي دارته الدوله في هذه الظرفيه. هذا الدعم كيمكن الاستفاده من واحد القدر المالي كيتراوح ما بين 800 درهم و 1200 درهم على حسب الحاله العائليه ديالكم، ولكن الشرط هو انك تكون عندك بطاقه الرميد وما تبقاش خدام في هذا الحجر الصحي. وبيان سور هذه المساعده الماليه مقدمه من طرف الدوله، يعني بلا ما تفكر في التزوير، حيتاش العقوبات غتكون صارمه جدا. ما على الرسول الى البلاغ. المهم ارسال الطلبات ان شاء الله غيبدا ابتداء من 32 مارس 2020، والتوزيع ما غاديش يكون حتى 2 6 ابريل. والمساعدات كيتقسموا لثلاثة ديال الانواع. الاستفادة الاولى اللي كتخص الاسر اللي كيتكونوا من جوج ديال الناس او اقل، هي عبارة عن مبلغ 800 درهم اللي كتعطيه الدولة. الاستفادة الثانية كتخص الاسر المكونة من 3 الى 4 افراد، غادي يستفدوا من واحد المبلغ اللي هو 1000 درهم. اما فيما يخص الاستفادة الثالثة والاخيرة، فهي كتخص الاسر اللي تيتعدى عدد الافراد ديالها 4 اشخاص، وكيشدوا واحد المبلغ اللي هو 1200 درهم. السؤال اللي كيجي في الدين ديالك دابا هو اشنا هي طريقة الاستفادة من هاد المبالغ كاملها؟ خليك معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تفهم. الطريقة هي جد سهلة بزاف. خاص رب الاسرة يرسل رقم بطاقة الرميد ديالو في ميساج للرقم 12 12، ولكن هاد الميساج خاصو يتصفت ابتداء من 32 مارس، يعني بلا ما تحاولوا تصيفطوه نهار الحد ما غاديش يوصل. وحاجه اخرى اللي نزيد ناكد عليها، حذاري من التزوير. وفاش كتصيفط داك الميساج معلك غير تسنى حتى 2 6 ابريل. واكيد كاينين بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي والاسر اللي ما كيستافدوش من خدمه الرميد، والناس اللي ما بقاتش خدامه بسبب الحجر الصحي. ما تخافوش، حيتاش حتى هاد الناس هادو غادي يستافدوا من نفس المبالغ اللي هضرت عليهم في لا فيديو. خاص غير شويه تصبر وكلشي غادي يدوز ان شاء الله. نتمنى انني ما نسيت والو، ونتمنى انكم استفدتوا معنا. وما تنساش قبل ما تخرج جيم جو بارتاج اي جو كومونت. الدعم ديالكم هو التحفيز ديالنا. ايوا نعول عليكم الاخوان، تهلاو ليا في ريوسكم. اتري بيانتو ان شاء الله. كان معكم رشيد ويب، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.